9000 مريض سرطان في قطاع غزة باتوا بلا أي خدمات طبية تذكر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، نزوحنا إلى مناطق جنوب غزة، وقصف على مدار الساعة، وجرائم إبادة جماعية، ومرضى السرطان غير قادرين على الوصول إلى مقر مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع والحصول على ما تبقى من علاجات. أنا مريضة سرطان، بعاني معاناتين، معاناة الحرب الإسرائيلية علينا، معاناة المرض اللي أنا فيه السرطان. لا عندنا أدوية ولا في متابعة ولا في إشي متوفر لنا، ما فيش، يعني أنا ما عنديش لحتى الآن ما عنديش إشي، يعني لو لا يكون الشارية من أول ويعد خلص. أنا بدي أدوية بصراحة. مرضى السرطان في قطاع غزة يعانون منذ 18 عاماً بسبب الحصار الإسرائيلي، إذ يعاني القطاع أصلاً من عدم توفر العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ولا إمكانيات الطب النووي التشخيصي والعلاجي، فضلاً عن عدم توفر بعض التحاليل الطبية المهمة لتشخيص الأورام. ما في أي علاج بالمرضى، حتى حالة الصحية المفروض كل فترة وفترة إحنا كمرضى سرطان إنها تتابع، ما قادرين نتابعها، ما قادرين نصل للمستشفى إنها نتابع، بنعمل صور سي تي وصور رنين ما قادرين نعملها، أفضل إنه انقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة والطرق غير آمنة والمناطق غير آمنة، هنا في المستشفى كله نزح، إحنا كمرضى ما بنقدر نتحمل القعدة، ما بنقدر نقعد على الأرض، هنا كله على الأرض نايم، ما في مكان الواحد يقعد فيه، والوضع صعب صعب صعب. في السابق كان يعتمد الكثير من مرضى القطاع على مستشفيات القدس المحتلة لتلقي العلاج وإجراء عمليات غير متوفرة بالقطاع بعد الحصول على تصريح دخول من قبل سلطات الاحتلال. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتسبب بنزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى خارج مناطق سكناهم، هذا أدى إلى عدم قدرة الوصول لمستشفيات قطاع غزة وخاصة مستشفى الصداقة التركي الذي خصص لمرضى السرطان في قطاع غزة، بات لا يستطيع هؤلاء النازحين من مرضى السرطان الوصول إلى هذا المستشفى، مما يتسبب بمضاعفات صحية خطيرة لهؤلاء المرضى، الأمر الذي يحتاج إلى رفع هذا العدوان عن قطاع غزة ورجوع المواطنين إلى أماكن سكنهم حتى يستطيعوا تلقي خدمات الأورام، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلكات الطبية وكذلك العلاج الإشعاعي والكيماوي إلى مرضى السرطان في قطاع غزة. حرمان 9000 مريض بالسرطان في غزة من العلاج بسبب العدوان والحصار يعني شيئاً واحداً، عملية إعدام جماعية بقرار إسرائيلي قديم جديد.